من أصغر فندق بالعالم بالأردن. يسعد صباحكم. أصغر فندق بالعالم، الفندق السيارة. طبعاً أنت بيكون كل زين، رح تستغربون على حجم هذا الفندق. هذا الفندق سواه عمو أبو علي اللي موجود بمنطقة الشوبك ودلونا عليه. طبعاً أنا ما صدقت إلى أن رحت وفعلاً اكتشفت هذا الشيء، إنه أكو ناس يجون من برا حتى يزوروه ويباتون بيه. طبعاً يتسع الشخصين، ومكانه موجود أو إطلالته مقابل قلعة الشوبك. تخيلوا ألمانيا بنفسها شكرت عمو أبو علي لأنه حول مصنوعاتها الأصغر فندق بالعالم. طبعاً هاي سيارة نفسها البوكس واجن أو اللي إحنا نسميها بالعراق دعسوقة. هذه قيمتها لا يعني لا تقدر في ثمن، بكونها يعني فكرة ما في منها في العالم. كانت سيارتي وخربت وما تمكنت أصلحها، وبعدين فكرت في إشي فريد في العالم ومنه أجذب السياح لبلدي وأنظار العالم على هذه المنطقة وعلى الأردن بالذات، فعملت هذا الفوكس السيارة أصغر فندق في العالم. باتوا فيها حوالي 596 شخص. أوكي. نعم، من جميع مختلف عن جنسيات العالم. يعني من أول ما أطلت سيارة عمو هو حولها إلى فندق.